اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وبلغتنا بمنك وكرمك شهر رمضان. اللهم أعله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا من إذا استعين أعان. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وحد فيه صفوفهم، اللهم اجمع فيه قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان.